السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى اخوتي تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير ان شاء الله. كنتمنى تكون عيطتوا مزيان والامور ديالك كامله مزيان. المهم غبرت عليكم شويه ف المهم شي ظروف و صراحه ما كتيقانا 100% انني نصور وداكشي. المهم اليوم جبرتوني هنايا في الجهه ديال سيدي بوعبيد. كما كتشوفوا الطبيعه الواعره ومزيونه. ومع اليوم الخميس كيكون السوق ديال جباله كيجيو من هنايا ديال سيدي بوعبيد معروف بزاف هنايا يعني هادي مود يعني تاريخي يعني هذا واحد السوق اسبوعي يعني معروف هادي زمان يعني ما عرفتش المهم قديم بزاف. فخليكم معايا الاخوان اللي غادي نصور لكم ديك السوق والاجواء ديالو. كتشوفوا ديك الكبابه الاخوه اللي جات في وسط الطريق. عندي يعني هذه فكره مزيانه. بقى ديك الباب تاريخيه تمايا يعني كتقول بان كانت هنا شي دخله ديال شي حي ولا شي حومه ولا شي سوق. ما عرفتش صراحه التاريخ ديالها بالضبط ولكن بقات واحد الديكور واعر واخا جات في الشارع ف كتبقى واحد الباب قديمه وعندها تاريخ هنا في مدينه طنجة. الاخوان هذا هو السوق على طول هذا الشارع هذا الطويل تما كاملين كيكونوا جبالات كيبيعوا كاين الجبان كاين الصحتار كاين فلايو كاين المهم كاين بزاف ديال الحاجات يعني داكشي كيكون صراحة طبيعي يعني ملي كاين جبالة هما كيجيبوه و يعني كانوا الأغلبية عندهم الغرساس ديالهم كيجيو من سيدي حسايان من النواحي ديال طنجة والخميس الخميس والحد كانوا حتى الحد كيجيو يبيعوا هنا كيصرفوا في كل وهادي عادة يعني ديما هنايا في مدينة طنجة. وهادي هي الأجواء هنايا مباشرة كما كتشوفوا هنايا كتشوف النساء المكافحات الجبليات الشريفات الله يعاونهم والله يسهل عليهم على لقمة العيش الحلال. باقي كيحافظوا على التقاليد القديمة ديال المنديل والشاشية. دابا كما كتشوفوا مرايا السوق برا هاد الكالا الجميله هنايا عاليه كتشوف السوق برا كامل والخاصه ها هي والدخله ديال الباب فحص ياك فخليكم مع التايم. هذا شارع الحرية معروف مدينة طنجة تعمر بمحلات ديال الحوايج و بزاف د الحاجات غير شني هنايا الغلا هنايا محلات غاليين
ممكن واحد يطلع لهم زي معنايا، خليكم معايا نوريالكم. هي هي هادي، وهنايا باللي كيكونوا كيفرشوا بنادم هنايا، كيفرشوا هنايا كيبيعوا. المهم طنجة فيها ما يتشاف صراحة. نكملوا الجولة ديالنا. دايزو نشوف هاد المحل هذا كيبيع الأجهزة القديمة والتاريخية، بحال الراديو هادو قدامين تاريخي، هادي الستينات وقيلا والخمسينات، حتى ماتيريا ديال التصوير. كاميرا بلا كاميرا قديمة هادي، قداش كانت سبحان الله كيفاش تبدل داكشي. هادشي كيبان لي ديال ديك ديال السينما، ماتيريا ديال السينما شحال هادي. صور معجزين بالنهار كما كتشوفوا دائما. انا عاد لشي سينيماتيك هاد المدافع هاد. التليفون وقف في هاد المدفع هذا، الله يحفظ السلام. المهم غير نقول لكم واحد الحاجه، يعني صراحه الحاجه اللي كتخليني انني نفشل ما بقاش ندخل الفيديو هي التفاهه اللي كاينه في اليوتيوب. فكتبان لنا حنايا وكاين بزاف دري صراحه كاينوا محتوى متهاون، كيعملوا مونتاج وكيكرا هايطه، يعني شي حاجه نقيه وشي حاجه ديالهم، فما كتلقاش تفاعل بزاف. في حين كتبان شي واحد اكيد في شي موضوع تافه كتبان المشاهدات وكذا صراحه. المهم حنا كنحاولوا نحاربوا هادشي هذا باش انا نعملوا واحد المحتوى ديالنا حنايا على الاقل تفرج فيه شي واحد ما يخرج شي افاده، دا ما يكون شي كيدار على شي موضوع تافه اللي عامل البوزه ولا شي حاجه، كتلقى شي واحد كيدار فيه اصلا ما عندوش حتى شي علم وبدا، وكتبان الواحد ديالنا كاين يبارطاجي له وتجي ما التفاعل كاين ومشاهدات طالعين وياخذ لك راه تمارا توسح وكذا، ما كيجبرش شكون اللي تسوق له. فهم هذا المنبر هذا كنقول لكم الاخوان، يعني بارطاجيونا بارطاجيونا، يعني اي واحد شفتو عمل شي محتوى ديالو مزيون بارطاجيوه وعاونوه باش تحاربوا المحتوى اللي لا علاقه. هادشي اللي مساحه المدينه ديال طنجه هنايا كيتسالى فلوك ديال اليوم الاخوان، فاللي يعجبو اللايك واللي اول مره يتفرج فينا يشترك في القناه، ولا بغيتو تعاونوا معنا باش تطلعوا المحتوى مزيان فما عليكمش الا تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم في وسائل التواصل الاجتماعي كامله. هادشي اللي كاين اخوان، السلام عليكم. هو طنجاوي طنجاوي فلوك، واش واحد طنجاوي كيحاول يصور واحد فيديو ويعطي واحد الصوره مزيانه على طنجة وطنجاوي، كنخسرهم على حسب الثمن ديالو. هي المخلفات ديال الاجزاء الحرب العالميه الاولى، هذه كملت هذه. اقول لها ما انا السبب والله. بياض ملك بياض عدله بالذوق ديالي صراحه.
طبعا كاس معدل الذوق ديالي حاليا. طبعا ماجيك شي حاجه سحريه. ابداع شي حاجه في شكل. كنشكركم على الاستضافه هذه وكنتمنى لكم مسيره موفقه في هادشي اللي كتعملوه. حس شي حاجه صراحه جديده في المغرب وخصوصا هنا في مدينه طنجة. Peace out.